بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سعد الضبي من قناة المبرمج العربي. في هذا الدرس أعزائي المشاهدين في سلسلة كورس ماي لينكو تو اس كيو ال سوف نستخدم أو سوف نتناول المعامل اوف تايم. المعامل اوف تايم طبعا الاوف تايم يستخدم أعزائي المشاهدين لطباعة البيانات التي نختارها فقط. يعني على سبيل المثال لدينا مصفوفة أو لدينا ليست أو لدينا داتا جريد أو ما إلى ذلك، وهذه المصفوفة أو الليست يحتوي على بيانات مختلطة. بيانات مختلطة يعني مثلا يحتوي على بيانات عددية وبيانات نصية، بيانات عددية وبيانات نصية. نحن نريد فقط أن نقوم بطباعة البيانات النصية ولا نريد أن نقوم بطباعة البيانات العددية، إذا نستخدم أوف تايب. نريد طباعة البيانات العددية ولا نريد طباعة البيانات النصية، نستخدم أيضا اوف تايم. إذا هنا مثال أعزائي المشاهدين، لدينا ليست اسمه L1، ليست L1 يساوي نيو أري ليست. طبعا هذا الليست كما تشاهدون يحتوي على بيانات عددية ويحتوي على بيانات نصية. نحن نريد الآن أن نقوم بطباعة البيانات النصية فقط، أوكي، باستخدام جملة استعلام لينكو تو اس كيو ال. سوف نقوم بطباعة البيانات النصية على الشاشة فقط، البيانات النصية. في هذه الحالة أعزائي المشاهدين سوف نستخدم المعامل اوف تايم، المعامل اوف تايم ثم نعطيه سترينج. إذا أردنا أن نقوم بطباعة البيانات العددية فقط سوف نعطيه الكلمة المحجوزة انتجر أو نوع البيانات انتجر. إذا نقوم بتطبيق هذا المثال أعزائي المشاهدين، نقوم بتعريف متغير من نوع iList مثلا على سبيل المثال نسميه L1 يساوي new ArrayList. طبعا وضع لي خط احمر، لماذا؟ ما هو السبب؟ لانه يريد ان اقوم بتضمين الحزمه System.Collection. System.Collection انسخوها من هنا واقوم بتضمينها. نعود مره اخرى لكتابه Array list. أوكي. نقوم الآن بتعبئة هذا الليست L1.add مثلا، نعطيها قيمة عددية. المرة الثانية نعطيه قيمة نصية. المرة الثالثة مثلا نعطيه أيضا قيمة نصية. المرة الرابعة نعطيه قيمة عددية أيضا، ستة. أوكي. الآن أعزائي المشاهدين سوف نقوم فقط بطباعة البيانات النصية، لا نريد طباعة البيانات العددية، نريد طباعة البيانات النصية. إذا سنقوم ببناء جملة استعلام من لينكو تو اس كيو ال. أولا نقوم بتعريف متغير يساوي from، طبعا متغير من نوع var يساوي from s. ال s هذا كائن يتم تخزين البيانات فيه مؤقتا in L1. يعني نحن من فين نريد ان نقوم بجلب البيانات؟ من الكائن L1 الذي هو الليست الذي يحتوي على هذه البيانات. يعني قم بجلب البيانات من L1 وخزنها في ال s لكن بشكل مؤقت او مبدئيا L1. وهنا نعطيه الشرط dot of time ثم نعطيه نوع البيانات التي نريد جلبها ثم نقوم بإغلاق القوس بهذا الشكل. الآن نكتب select s. أوكي. إذن قمنا بجلب البيانات من أين؟ من ال L1 من الليست، لكن بشرط البيانات النصية. قمنا بجلب البيانات النصية، خزنا مؤقتا في المتغير اس، وبمجرد ان كتبنا select s تم تخزين البيانات الان في الماستر، في المتغير الذي اسمه MyString الذي من نوع var. الان اريد ان اقوم بطباعة البيانات بعد الجلب، اريد ان اقوم بطباعة البيانات. اذا نقوم بكتابة loop هنا من نوع for x for d in master. يعني اريد الان ان اقوم بجلب البيانات من الكائن master المعرف من نوع فار. الآن أقوم بالطباعة أعزائي المشاهدين، سنلاحظ ماذا يتم الطباعة أو ما الذي يتم طباعته.
إذن قام فقط بطباعة البيانات النصية. إذا أردت طباعة البيانات العددية أعزائي المشاهدين، استبدل كلمة string بكلمة integer، استبدل كلمة string بكلمة integer. إذن هنا الآن قام بطباعة البيانات العددية. نكتفي بهذا القدر أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلقاكم في الدروس المقبلة.